شغلت مدينة فاس الصوفية إحدى المدن الإمبراطورية أندلسية الهوى مكانة عالية في مجال المعرفة والروحانية. وكما في العصور الوسطى ما زال صوت حدوات البغال يرتفع اليوم في أزقتها التي يزينها الزليج الإسباني المغربي الذي تفنن مهاجرون من غرناطة في زخرفته. وكانت فاس من أهم المدن التي ألهمت الكاتب أمين معلوف، فنشر في العام 1986 روايته ليون الإفريقي التاريخية التي أصبحت فيما بعد تحفة أدبية. تجري أحداث هذه الرواية في مدينة فاس خلال القرن 16. استوحاها أمين معلوف من مغامرات ليون الإفريقي المهاجر الأندلسي الذي شغل منصبا دبلوماسيا عند سلطان فاس في حينه. كان ليون بطل هذه الرواية رحالة متعددة الهويات، كشف من خلاله ومن خلال السيرة التي خطها أمين معلوف له أسرار مدينة فاس الفريدة التي تعد نبض المغرب. أمين معلوف يبرع دائماً في رواياته، فينطلق من قصة حقيقية وينتهي برواية رائعة، وينطبق ذلك على قصة ليون الإفريقي فهي قصة رائعة. يتدفق نهر فاس في أزقة المدينة حيث استقر اللاجئون اليهود والمسلمون من تونس والأندلس في القرن 9 على جانبي ضفافه. ففي القرن 15 أدت استعادة الملوك المتدينين للأندلس في إسبانيا إلى هروب آلاف المسلمين من قرطبة وإشبيلية وغرناطة، بما في ذلك أبو عبد الله الصغير آخر حكام الأندلس. استوحى معلوف من هذا الحدث بغية وصف الروح الأندلسية لفاس وبناء الجسور بين الشرق والغرب. ويقال إنه عندما نزل أبو عبد الله كان معه 700 شخص، أصبح لهم الآن حيهم الخاص الذي لم تزل الحياة فيه منظمة كما كانت في الحمراء باستثناء عز الأيام الخوالي. تجمع فاس تراث غرناطة وتخلد روعة الفن الأندلسي المكسور. إنها ولادة الفن الإسباني المغربي في المدينة. أحضر الأندلسيون معهم معرفتهم وتقنياتهم الحرفية وفنهم المعماري الجميل، فأبدعوا في أعمال الزخرفة والبناء على غرار النافورة التي تزينها نقوش الزليج المعروفة بدقة تصميمها. ففي الأعلى مثلاً تجد زخارف الجص التي تمزج ما بين الفن الإسباني والفن المغربي، وفي الأعلى أيضاً تتكشف لك ألواح من الخشب المنحوت. تشكل هذه النوافير نموذجاً حقيقياً للفن العربي الأندلسي. أما رياض فاس بمساكنها الواسعة ثنائية الطوابق والمنظمة حول فناء داخلي، فما زالت تشهد حتى يومنا هذا على روعة الفن المعماري لعرب الأندلس العزيز على قلب أمين معلوف. تحدث أمين معلوف في روايته عن هذا النوع من البيوت التي بنيت جميعها حول فناء مع أروقة من كلا الجانبين. هذا ما جلبه الأندلسيون معهم، هندستهم المعمارية المميزة والمتناسقة، الأمر الذي يضفي على البيوت الأندلسية سحراً جذاباً لا يقاوم. يمكنني أن أجزم أن هذا النوع من الفن المعماري لفت انتباه أمين معلوف، وهمست الألوان والجص والزليج في أذنه أسراراً عن مرور ليون الإفريقي في مدينة فاس. لقد ألهمت شخصية ليون الإفريقي الشهيرة التي ترمز إلى حقبة تاريخية مهمة الكاتب أمين معلوف. فكما عاش ليون بعيداً عن بلده، كذلك عاش الكاتب الفرنسي اللبناني بعيداً عن بلده. كان ليون الإفريقي رحالة يتقن اللغات ووسيطاً ثقافياً وعالماً عظيماً تماماً كأمين معلوف. ولأن فاس تعتبر عاصمة المعرفة، فقد نهم ليون الإفريقي من العلم في جامعة القرويين المرموقة
وهي الجامعة الأقدم في العالم. خطرت على بال أمين معلوف فكرة رائعة تجسدت في كتابة سيرة ليون الإفريقي الذي انتقل مع والديه إلى فاس بعد سقوط غرناطة، هرباً من محاكم التفتيش وهو في العاشرة من عمره، ليصبح حينها لاجئاً أندلسياً. دخولك إلى هذا المكان يعني الغوص في عالم المعرفة والبحث العلمي، خصوصاً أن الشخصية التي أحياها أمين معلوف تجسد المعرفة التي يمكن أن توفرها جامعة القرويين. تعتبر فاس مدينة المعرفة، فهي مشيدة حول مدارس في مشهد مشابه لبعض القرى المبنية حول نافورة أو ضريح قديس. كانت الجامعة تعقد حلقات دراسية يتحلق فيها طلاب متعددو الجنسية والأصول حول معلمهم، متربعين جميعهم على الأرض، وكان المعلم يعتلي مكاناً أعلى بقليل منهم في إشارة إلى مكانة العلم. بالنسبة إلى هؤلاء الذين جاءوا ينهلون من معين العلم، في العام 859 أي قبل تأسيس جامعة السوربون، تأسست جامعة القرويين التي جعلت من المدينة منارة للفكر والثقافة. تحتفظ مكتبتها بمخطوطات فريدة في نوعها، مثل هذا الكتاب في الطب الذي يعود إلى القرن 12. إنه كتاب في الطب العام، يمكنك تعلم الطب من خلال الشعر العربي، ففيه ترى أجود الأبيات الشعرية. هكذا تكتب أبيات الشعر العربي. يبدأ الكتاب بتفسير سبب تساقط الشعر، وهو المرض الأول. إلى أي قرن يعود؟ إلى القرن 14 من العصر الميلادي، وتحديداً إلى سنة 720 هجرية. إنه خط أندلسي، وكتبت عناوين أو بداية الفقرات بالذهب. كانت مكتوبة على رق غزال، لذلك اعتبرت كل صفحة غزالاً. أصبح ليون الإفريقي دبلوماسياً، وخلال إحدى رحلاته أسره أحد القراصنة المتدينين وقدمه إلى رئيس دولة الفاتيكان البابا ليون العاشر. لفتت ثقافة ليون إعجابه فجعله جغرافياً في البلاط الفاتيكاني. مؤثر جداً أن نتصور أن ليون الإفريقي لمس هذا الكتاب، أو ربما قرأه أو قرأ مخطوطات أخرى، أو يكون طور معرفته المميزة التي أبهرت رئيس دولة الفاتيكان وبلاط روما بأكمله، وأن يكون اكتسب هذه المعرفة كلها في فاس. إنها لمفخرة كبيرة. نسج أمين معلوف حول شخصية ليون الإفريقي التاريخية إطاراً سردياً، إذ تخيل شخصيات رافقت ليون الإفريقي في رحلاته، نادلات وعبيد وأصدقاء. تعتبر هذه الشخصيات وجوه فاس في القرن 16، وجوه هذه المدينة الصاخبة والأكبر في العالم. ففي روايته مثلاً اعتبر شخصية هارون أعز أصدقاء ليون، الذي ترك المدرسة باكراً ليرتدي ملابس ترابية اللون ويلتحق بالحمالين الكادحين. لكي نكتشف فاس بالعمق، اختار لنا الكاتب شخصية حمال يافع. إنها فكرة ذكية ورائعة. فلكي نتعرف على فاس، علينا أن نتبع تحركات الشاب ونغور فيها.
تعتبر مدينة فاس مساحة استثنائية للتبادلات، وهي لا تزال المنطقة الأكبر للمشاة في العالم. تضم هذه المدينة العريقة عشرات الكيلومترات من الأزقة، ولنقل البضائع أيضاً كان لابد من حمالين كثر مطلعين على خبايا المنطقة وشوارعها الضيقة. يشبه الحمالون خلايا الدم الحمراء في الجسم الحي، فهم الشريان الأساس في المدينة، ومن دونهم تتوقف الحركة التجارية في فاس. 300 رجل جميعهم بسطاء فقراء أميون تقريباً، بيد أنهم عرفوا مع ذلك كيف يغدون أكثر جماعات المدينة أهلاً للاحترام وأشدها تضامناً وأحسنها تنظيماً. إن تغيرت ملابس الحمالين قليلاً فلن تتغير سمعتهم الصادقة التي وصفها أمين معلوف بالطيبة، فهم معروفون بالأمانة وعدم السرقة، إذ يمكنك أن تعطيهم الماس والذهب فيصل دائماً إلى أصحابهما. ويحظى الحمالون في فاس بثقة الجميع حتى يومنا هذا. تحتضن مدينة فاس خلف أسوارها أزقة متعرجة، حيث نضيع بين روائح الجلود المدبوغة وورش النساجين والحوانيت. لكن ذلك ليس ضرباً من ضروب الصدفة، فالمدينة نظمت على شكل أحياء تتمركز فيها معاقل الحرفيين المستقرين حول أهم مركز في المدينة، ألا وهو مسجد جامعة القرويين. من بين مئات المهن استفاد الدباغون من مصادر المياه الوفيرة، واستقروا في قلب المدينة منذ القرن 12. لا يزال العاملون في المدابغ يتبعون الطريقة عينها منذ قرون خلت، فالروائح نفسها والألوان الرائعة والمزركشة ذاتها. يتناثر الأحمر والبني والأبيض في أروقة المدينة العريقة ويزين الجير أطرافها. عملياً ما زالت المدينة على حالها، فحافظت على حيويتها وجمالها وطيبة حماليها. في فاس لم يغير السكان زيهم منذ حقبة ليون الإفريقي، يتزوجون ويتاجرون ويبنون ويدبغون الجلود بالطريقة نفسها. وفي رواية أمين معلوف يظهر جلياً ليون الإفريقي الوثيق بالمدينة وبكل حرفيها على حد سواء. تعد فاس عاصمة المعرفة والحرف التجارية، إنها المدينة الملجأ الواقعة على مفترق طرق العالم، مدينة الأنوار قبل عصر التنوير في أوروبا. هذا ما ذكره أمين معلوف في روايته الأولى التي رسخ نجاحها الهائل موهبته ككاتب.